آه يا ولاد أبو الهنا، ألف رحمة ونور، عاشتوني. أنت إيه اللي رجعك تاني بعد السنين دي كلها؟ يعني إحنا قسمنا كل حاجة في القصر ده عشان أخلص من خلقتك أنت وعيالك. يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزهق. سور برلين، عم بليغ رجع من الصف. ايه حكايتك؟ انت في حد مهددك بحاجه؟ انا قلت له بلاش يا مدحت، وانا ههدكوا انتوا الاثنين. احنا نتهان جامد. تفتكري يا ماما هلحق اتخطب او اتجوز في الكام ساعه اللي جايين دول؟ كل ما اقرب من الحقيقه اتبرجل، الدنيا تتهزم تحت رجلي، خايف اعمقمش. انا جاي اخطبك لجوز. انا اتجوز جوازها زي دي؟ الدبدوب ده جابوا لي بليغ في اول عيد ميلاد ليا واحنا مع بعض، بس كنت كل ما بتضايق منه كنت بجيب سكينه اقعد اضرب الدبدوب. سافرت بره ادور على الكنز وهو مدفون تحت بيتك. ما هو ده اللي عايزه بليغ، عايز يولع الدنيا. احنا ما فيش بيننا وبينكو غير السور ده. لو حد مس شعر من واحد فيهم مش هيبقى بالسهل. عايزين يطردوني من بيت ابويا. كرهت تجيب عمك الفشل من المطار يا رحوم. لو جيت ناحيه ولاء تاني انا مش هسيب فيك سنتي سليم. اللي عنده معزه يبقى يلمها. تعالي هنا. حرام عليك اللي بتعمله في البنت دي، بقت كتله عقد نفسيه ماشيه في الشارع وكله بصدق. تعالي ارتاح في المكتب. تصرفاتك بالظبط زي مرات عمك. بيبو ايه 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 ايه. طيب يا ولاد ابو الهنا، افتكروا بقى انكم بتجروني الحرب، مش عايز اخش. راجعين يا هوى، يوميا السابعة مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.